أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما كيفية الصلاة على الميت، وما هو الدعاء المشروع على الصغير وعلى المرأة؟ هل هما سواء؟ صل مع المسلمين على الجنائز تعرف كيفية الصلاة على الميت. المسلمون يصلون على الأموات ولله الحمد، صلي معهم وتعرف بذلك الصلاة على الميت. نعم. وبالنسبة للدعاء للصغير والكبير اللي هو سواء؟ يدعى للكبير بالمغفرة والرحمة، ويدعى للصغير بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله شافعا لوالديه، يدعى لوالديه. نعم.